ممكن نستخدم القرنبيط أو البروكلي. أنا استخدمت الاثنين مع بعض، وضعت راسين صغار من كل نوع راس. بنوضع مسحوق الحمص 40 جرام، وبنوضع معلقة كبيرة من الزيت، وكمون 5 جرام أو معلقة صغيرة، ومسحوق الدجاج معلقة دجاج معلقة كبيرة، وكزبرة معلقة صغيرة، وجبنة 100 جرام، واثنين بيض نخلطهم مع بعض، بنفردهم على الصينية، بنضعهم في الفرن لمدة تقريبا 15 دقيقة بالفرن. بعدين بنطلعها من الفرن، بنوضع عليها الصلصة، وبنوضع الجبنة، وبنوضع الخضار حسب نظامكم الغذائي، وبندخلها الفرن لمدة 5 دقائق بس. الجبنة تسيح كثير، هي لذيذة وروعة. صحة وألف عافية، في أمان الله. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.